سنين على الفيرست ديفيجن منيح تكنيكلي ما بقى فينا نطورهم كثير يعني كصعيد كره ما بقى فيه يطوروا تكنيكلي كثير اوكي. فاذا انا بشتغل بس على الشده تمرين وعلى التكتيك واللياقه البدنيه يعني بكفي بالنهار ساعتها ماكسيموم ساعتين بالنهار. ليه؟ لانه في عناصر مطوره وهو صغير اوريدي محافظ عليها بس ما في يطورها بقى. يعني انا ما اعلمه بهالوقت كيف يشوط اوكي، بس انا بقدر اقول له بس تشوط بقوه اكثر، بس بطور القوه تيشوط اكثر بالعمر الكبير. انما بعمر الصغير الاعمار الصغيره بدي كميات تدريب، تكرارات 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 تكرارات، تكنيك تكرارات تكرارات تكرارات، تيصير عنده نحن بنقول المهاره الفنيه تتكمل عنده وتتطور وتصير ثابته. بعمر الكبير نحن بنحافظ عليها بس ما في يطورها بقى. نفس الشيء باللياقه البدنيه، مشان هيك بدنا عدد ساعات تدريب هائلة عند الصغار تنطور المهاره ونثبتها. وانس وصار يقدر يعمل 20 ساعه وصار عامل كبير بيصير هذه 20 ساعه تنزل. بس شو بيصير يعلى؟ الشده، بنزل الحجم التدريبي، كميه التدريب بنزلها بس الشده بعليها اوكي، لانه صار عنده انتنسيتي اعلى وقوه اكثر والمضغوط مثل ما عم تقول انت ما بتشوفهم عم يمشوا اوكي كل وقت بوم بوم. سو الانتنسيتي عاليه بالتمرين بس الكميه قليله، انما عند الصغار كميه عاليه بس شو الشده؟ قليل عند الصغار اوكي. هو عم يشتغل تكنيك كثير، ريبيتيشنز ريبيتيشنز، تكرار تكرار تكرار. يعني مثلا بدي اعمل له رفع ركب تيصير يعرف انه الركب كيف يركض بهذا، بيعملها 50 مره 50 متر مثلا بعمر صغير. انما اللاعب الكبير 3 مرات تك تك تك، لانه التكنيك موجود بكون عم نعملها بس بشده عاليه اوكي. بسرعات نفس الشيء، التحمل نفس الشيء. هلا نرجع على التحمل، لانه بالتحمل احنا رح نشوف بالتحمل الهوائي كيف مقسمينه بالبرنامج، بس بده يكون عندي انا جدول اقدر اشتغل عليه وحطه اوكي. نحن بنعمل شيء اسمه تست الهوائي اوكي. تست الهوائي بنسميه VMA. VMA V هي السبيد، فيتاس سبيد سرعه اوكي، السرعة القصوى هنا ما نشوف الهوائية. ممكن تلف شوي البورد اوكي. اذا V هي السرعة الماكسيموم قصوى الهوائية، معناتها اعلى سرعة اعلى سرعة ممكن احافظ عليها بالهوائية اوكي، بالقوة الهوائية. يعني أعلى سبيد بركض عليها بقدر ضاين عليها وقت ما يساوي 6 ل 8 دقائق. هذا التست بنعمل اوكي. أكيد سميه تست البيب اوكي، بيب بيب هذا على الصوت اوكي. بس بيب هو اسمه لوك ليجي، لوك اسمه أشخاص اثنيناتهم عيال لوك وليجيل. يعتبر هواي ولا لا هواي؟ هواي تست هواي. هلا اذا انتبه في فتيت البيب تبع الحكام. لا 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 حق اللاعبين. اللاعبين تست الهواي. اي بس اوكي كل ما تزيد سرعه تست الهواي، كل ما تزيد هواء بتزيد بتزيد بتزيد. في البيب هو نعمله على 20 متر طالع نازل، في منه بنعمله على 50 متر. هلا نحن لكرة القدم بنعمل تستين، يا بنسميه الشاتل تيست يعني بده يطلع ينزل، او كونتينيوس يعني دائم دوران. احيانا تيست نحن للصغار فينا نعمله تيست، بقول له انا 6 دقائق تركض اطول مسافه، 6 دقائق اعلى مسافه اوكي. إذا ركض مثلا 1500 متر بست دقائق، بنقول سرعته الهوائية هي بنشيل صفرين آخر رقمين 15 كيلومتر بالساعة.
15 كيلومتر بالساعة هي سرعته الهوائية. يعني تخيلوا انتوا السيارة حطينا 15 وماشي، إذا بركضوا على سرعة 15 بيقدر يضاين فيها من 6 إلى 8 دقايق. جري السبرنت سرعة 15 الجري لاعب نفسه جري فاتح سبرنت هي سرعة ال 15 هي مش سبرنت، يعني سبرنت توصل ل 25 و30 كيلومتر بالساعة. مشان هيك اسمها سرعة هوائية. وإذا سبرنت أكثر شيء بيقدر داين على أعلى سبرنت هو 100 متر. فإذا مش سبرنت 100 متر يعني 12 ثانية و11 ثانية اللي عارفه طلع، بس هو داين 8 6 دقايق. اسمها السرعة الهوائية مش السرعة اللاهوائية. السرعة اللاهوائية هي الانتقال من 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 A من A ل B هالمسافة بأسرع وقت، هاي السرعة اللاهوائية. بنحددها نحن تحت معنى للعشر ثواني تشوف السرعة اللاهوائية. 10 11 ثانية. أو إذا على 30 متر بنعملها سرعة لهوائية. السرعة الهوائية هي تحمل الهواء بنسميه أعلى سرعة هوائية 6 دقائق، أو أنتم سامعين بالـ VO2 max. ما هيك؟ سامعين بالـ VO2 max. يعني الفوليوم أعلى كمية هواء الجسم الدم بيقدر يحملها ويستعملها بهذا الوقت. أوكي؟ كمان أنتم عندكم الدم، أوكي؟ الدم بياخد الهواء او 2 بوصله العناصر للجسم ليقدر يشتغل، اوكي بالهواء. فاذا الفي او 2 ماكس هي الكريات الحمر، كل الكريات الحمر بالجسم كل وحده عبت او 2 اكسجين، ما بقى في مطرح للاو 2. اوكي يعني انا عم بركود، كل ما عم بركض زيادة عم بطلب هواء زيادة، عم بركض أسرع عم بطلب هواء زيادة، بوصل لمرحلة بوصل على سرعة ما بقى في سريع، لأنه ما بقى في كريات الحمر يحملوا هواء ويودوه للعضلات. مشان هيك بنسميها أعلى كمية من الهواء يلي بيقدر كريات الحمر تاخذها VO2 max. أي متى بوصل لهيدي؟ بين 6 و 8 دقايق ركض على السرعة يلي انا بقدر اعملها ماكسيمم. انه وقت اعمل سبرنت ما بستعمل الاوتو، بستعمل طاقه اسمها اي تي بي ادينوزين تريفوسفات، يعني الطاقه الموجوده بالعضل ديركت بستعملها بتعطيني قوه سريعه بقدر اركض بسرعه. بس هيدي الطاقه بتخلص بثواني، فاذا مجبور انا اخذ مخزون ثاني يلي هو مثلا الكربوهيدرات او الهواء يلي بخليني اركض وقت طويل. اوكي فاذا الفي او 2 ماكس هي اعلى كميه هواء بيقدر الدم يحملها وضاين فيها انا اعلى سرعه من 6 ل 8 دقائق. هلا تنعرف هذا كيف نقدر نشتغل عليه، هون المهم. اوكي انا مثل ما بتقول انت كوبر، اخذت انا رقم من كوبر، طب كيف بدي امرن عليه للرقم؟ كيف بدي احط حصص تدريبيه على لعمل 15 كيلومتر بالساعه؟ على اي اساس؟ هون التمرين بيكون مهم. اوكي هون بيكون عم مزبوط عم مرن صح، وعم مرن فرديا ما عم مرن فريق كله. لانه اذا واحد ركض 15 كيلومتر يعني 1500، في عندي لعيب رح يركض 1800 يعني 18 كيلومتر. اذا انا بقول لهم هلا انتم اليوم رح تركضوا مع بعض 25 دقيقه، اوكي بقول لهم 25 دقيقه رح تركضوا مع بعض على اي ريتم عندكم 25 دقيقه، اوكي ما بتصير اول كوتش بيكون عندكم اليوم 25 دقيقه راكد على الملعب كل الفريق مع بعض عم يركضوا. اللي عم يركض يمكن 15 كيلومتر ريتم الحط والمجموعه اللي حطتها عم يركض يمكن تكون هاي 90% له من سرعته الهوائيه، يعني انتنسيتي عالي. بس ل 18 كيلومتر شو راح تكون؟ 70%. فاذا هيدا عم يستفيد وهيدا عم بيحمل، لان احنا 60 و70% من النسبه من الهوائي هي النسبه اللي بيعمل فيها استشفاء وبيحم فيها. فاذا هذا است عم بيستفيد هذا عم يتراجع. اوكي سو بدي اعرف انا كيف بدي مرن هيدا، او المجموعه اللي بتكون قريبه لبعض. مثلا بنقول ساعتها نحن ال14 وال15 وال16 بيردوا مجموعه 17 18 16 20 مجموعه، تحت ال14 كيلومتر بالتيست بيردوا مجموعه كلهم عم يركضوا على نفس النسبة المئوية بس على نفس الوقت، كلكم عندكم 25 دقيقة،
انتو شباب ثلاثة لانتو مستوى ال 14 رح تركضوا 5 كيلومتر اللي هي تناسب 80%، انتو عملتوا 17 كيلومتر رح تركضوا 4 كيلومتر بس كمان 70%، نفس النسبة المئوية عم يركضوها بس لانه هن مستواهم اعلى بجبرهم يركضوا مسافة اطول على نفس النسبة المئوية. اوكي ما رح يختلف شيء، والمجموعة القوية بدهم رح تركضوا اكثر. هاي المجموعة عم تركض 70% وهي عم تركض 70% وهي عم تركض 70%، بس كل واحد مسافة مختلفة. اوكي؟ الله يسامح بعضهم لابين، فهمت انه ما بين السبعية والناس عشان يشدوا المجموعة. يشدوا، هن اللي عم بيشدوا عم يستفيدوا من الورع عم بيموتوا. طيب بس انا بس حابب استفيد معلومة. انا وجهة نظرك الآن بالنسبة لاختبار البيت، زين؟ في الفئات العمرية، زين؟ كم التايم الوقت اللي تشوف انه دخل مرحلة الأمان؟ مرحلة؟ الأمان. معدة مرحلة شو قصدك يعني ما فهمت شو طيب. مرحلة الآن في قرب البيت الآن حط من 6 إلى 8 أوكي. أنا طبعا حاب أعرف يعني الوقت اللي تايم اللي هو مثلا 8 9 10 11 اللي هو عدى مرحلة زين إنه بدنيا كويس. لا 6-8 دقايق هذه المرحلة. التوتال حقه كم؟ التوتال حق اللاعبين هذا التست عم بحكي. اي أنا بقول التست. ايه 6-8 دقايق عادة. إذا هلا لعيبه هاي ليفل بيوصل لعشر دقايق، اذا بالتست صار 10 12 و13 معناتها التست غلط. يعني هيدا انت الوقت هو بيحدد لك اذا عم تعمل التست صح، لانه الانسان ما بيقدر يركض على اعلى سرعه اكثر من هالوقت، اعلى سرعه واطول وقت. اذا بخفف السرعه تبعه بيقدر يركض وقت اطول، يعني بيقدر يركض ماراثون. بس اللي بيركض ماراثون 42 كيلومتر بيركضها من هالقيمه 83%. يعني 83% من سرعته على هالقوة لعبت الماراثون بيركضوا، بس بيكون التست تبعهم هون 25 كيلومتر او 26 كيلومتر. اوكي هلا تنحولها للامتار، لان انتم بدكم تعرفوا قد ايه بده يركض على الكيلومتر، قد ايه بيركض 50 متر، قد ايه بيركض 100 متر. مين معه آلة حاسبة؟ اوكي كالكوليتر. حاولوا لنقول حاولوا ما معروف. اوكي نحن قلنا إذا مثلاً عمل 1500 متر يعني 15 كيلومتر بالساعة، ما هيك؟ ما نحولها لمتر بالثانية، متر بالثانية يعني نعملها 1500 نقسمها على 3600 مول مات. 1500 متر نقسمها على 360 ثانية قد ايه بتطلع؟ 41 4.1 يعني 4 أمتار بالثانية. كل 4 أمتار بيركضوا بالثانية. هيدي 100%. ليه؟ لأن عملت له تيست 6 دقايق وركض 15 كيلومتر. هاي 100%. 4 أمتار بالثانية. أوكي؟ إذا 4 أمتار بالثانية يعني على الكيلومتر قد إيه؟ على الكيلومتر قد إيش؟ ساعة بعمل 1000 بقسمها على 4 قد ايه بتطلع؟ 52. كم ثانية؟ 4 دقائق 0.004 1000 قسمي على 4 0.004 1000 قسمي على 4 1250 250 شو؟ ثانية. يعني كم دقيقة؟ يعني 60 ده بيطلعوا دقيقتين وعشرة أكيد؟ لا كيلومتر بدي ركضك كيلومتر. اوكي بدي ركضه على 4.16 هذا 100%. اذا بدي ركضه على 70% بعمل جدول هيدي 100%. اوكي اذا قلنا 4.16 هي 100% او هون ساعتها 4 امتار هي 100%. اذا انا بدي اعمل 70% جدول 70 ضرب 4 اسمها 100 بيطلع لي قديش بده يركض كم متر بالثانية. اوكي ساعة
ساعتها انا بدي احدد قد ايه بدك على 70%. هلا ليش عم نحط احنا 100% و70% و90%؟ انا اعرف ليش. اوكي، بالسرعه الهوائيه، بالسرعه الهوائيه يا بدنا ناخذ نحن سرعه الركض اوكي او دقات القلب تنحدد التمرين، لانه كل سرعه تعطيني، كل سرعه تعطيني رده فعل على الجسم. اوكي، السرعه الهوائيه هي مقسومه ل يعني الايروبيك سيستم الهوائي، الايروبيك سيستم اوكي يعني السرعه الهوائيه او التحمل الهوائي، مقسوم ل اثنين قسمين. اوكي، قسمين مقسوم، شيء بنسميه قوة السيستم او اذا بدكم تحمل تبعه، قوة تحمل يعني بالسرعة الهوائية مثل السرعة الهوائية كمان نفس الشيء، مقسوم لقوة مقسوم لتحمل. وقت تقول قوة يعني اعلى شيء بقدر ضاين فيه يلي هو 6 ل 8 اي اللي حكينا عنه. اوكي، القوة هي توصل من دقيقتين ل 6 ل 8 اي، بس هون عم نشتغل كشدة، شدة الحمل 95% من القوة الهوائية ولفوق، تحمل من 8 دقائق لساعات قد ما بدنا، 3 ساعات 4 ساعات ماراثون. بس عم نحكي هون نحن من 90% لتحت، 90% من شو؟ من القوة الهوائية، من هيدا عشان هيك نعمل تيست. اوكي، فاذا اذا انا بدي اطور تحمل الهوائي، تحمل الهوائي اذا بدي اطوره بدي ركض اللاعب عيا شده وعيا مسافه، تحمل هوائي بدي ركضه على 8 من 8 دقائق ولفوق بس على سرعه هوائيه 90% ولتحت. اوكي، كل ما تكون قريب على 8 كل ما تكون يعني قريب على 90%، كل ما اطلع بالوقت كل ما نزل الشده. اوكي، التطوير بيكون اذا بيطور تقريبا من 70% ل 90%. اوكي، 70% بقدر اركض عليها ساعتين ما في مشكله، 70% ساعتين من السرعه الهوائيه اللي هي 15 كيلومتر بالساعه اللي عملنا التست تبعه. اوكي، واضح؟ صرتوا تعرفوا كيف نعمل الحسابات هون؟ صرنا نعرف كيف نعمل الحسابات؟ نرجع بنعيد الحسابات. إذا عملت له أنا التست 6 دقائق، أي تست للتحمل الهوائي، رح أقول له رح تركض أطول مسافة، رح أعير لك وقت أنا، طب أطول مسافة بتركضها أنت ب 6 دقائق. بقيس المسافة اللي ركضها على الملعب. إذا ركض 1500 متر بشيل آخر رقمين، اوكي، تطلع 15 كيلومتر بالساعة. اوكي، واضح؟ هاي ال 15 كيلومتر بالساعة بدي احولها لمتر بالثانية، لأن أنا بهمني المسافة الأقصر. بعملها 1500 بقسمها على الساعة هي 360 أو 3600. طلع الرقم قد ايه؟ 4 أمتار بالثانية. هيدي 4 أمتار بالثانية هي 100%. فإذا أنا بدي أطور له القوة بدي اشتغل 95% على دقيقتين، بقول له انا مثلا عندك انت هيدي السرعه اللي عم بشتغل عليها 4 امتار بالثانيه على 100% بدك تشتغلها. اذا بدي اركضه انا ركضه 400 متر، 400 متر هي تحت الدقيقتين، ما بدها منها منيحه، بدي انا اوصله للدقيقتين. فاذا انا هون الثواني اذا بدي اعملها على الدقيقتين قد ايه بتطلع يعني؟ 120 بضربها ب4 لأن هون بدي اياها انا على الدقيقة، ف 120 بضربها ب4 قد بتطلع المسافة؟
120 بأربعة 480. فإذا تقريبا بقول له عندك 500 متر بدك تعمل لي اياهم بدقيقتين. كون انا عم شغله هون على 100% عم شغله بس ب على دقيقتين من 100%. اذا بدي اعمل له دبل تبعهم ساعتها بقول له انا ل 1000 متر قد ايه بده يعملوا؟ 4 دقايق. اذا بعمل له اكثر 2000 متر بدك تعملهم من دقايق معي من دقيقتين لثمان. تطوير قوة الهوائية. اوكي؟ بس عم اشتغل على 100%. إذا أنا بدي اشغله على 80%، يعني بدي ركض وقت أطول، بحط هون 80%، بعمل نفس الحساب. بيطلع لي المسافة اللي بدي ركضه إياها، بس بدي ركضه أنا على وقت أطول، من 8 دقايق ولفوق. إذا بدي ركضه 25 دقيقة، لذلك 15 كيلومتر، على 25 دقيقة رح يركض مسافة معينة. إذا عم يركض على 17 كيلومتر عم يركض على وقت معين. اوكي رح فرجيكم في بروجرام هو بيحط لكم المسافات والهيدا كله مع بعض. معلش ممكن تعيد الفقره الاخيره هذه حق تطوير القوه الهوائيه تحت تطوير القوه الهوائيه وين هون؟ اي من 4 هون قلنا دقيقتين اربعه. نحن جبنا الاربع امتار بالثانيه هي 100%. اوكي انا بدي ركضه تحسن له القوه الهوائيه دقيقتين. دقيقتين يعني 120 ثانيه، حطيتها محل الثواني ضربتها بالاربعه، لانه هو 4 امتار بالثانيه ب 120 ثانيه كم متر بضربها بيطلع لي طلع لي 500 متر تقريبا. اوكي 500 متر هي بدقيقتين. اذا بدي ركضه 1000 متر يعني 4 دقائق. اذا بركضه 2000 متر يعني 8 دقائق. اوكي شكرا. رح فرجيكم هلا بعطيكم اياه كمان. وهذا بهين العمل، يعني ما بتقعد تعمل عمليه حسابيه هيك هالقد. اوكي في اشياء كثير اونلاين بتنزلوها على الانترنت بتحطوا في ام اي، يعني حطوا في ام اي. اوكي بيطلع لكم شارت مثل هيدا ونقدر نشتغل عليها. بيطلع لكم يعني على اكسل. اوكي على اكسل هيك. فايزا هيك بيان صغير كتير. هون الأرقام أحسن هيك؟ أوكي. فإذا حط أنا اسم الشخص هون أتليت سمي بشير الفي أم أي عملت له التيست طلع 14.7. لانه عملنا تيست لحاله واحد طلع 17. حط 17 والارقام كلها بتطلع قدامي هون. اوكي اذا بدي شغله 90% يعني 15.3 كيلومتر بالساعه اعطيني دغري هي 90% الفي ام اي. اوكي اذا بدي شغله انا 10 ثواني 42 متر بده يركض. اذا 15 ثانيه 63 بيقدر للست دقايق، لانه احنا قلنا انه من 90% 95% وطلوع. اوكي؟ ست دقايق ساعتها اذا بدي ركضه ست دقايق انا على 90% 1530 متر بقول له وكر كده. اوكي؟ هون اذا بدي انزل انا على التحمل 80 85% 60 65 70% اذا انا بدي ركضه 60% 60% على 17 كيلومتر 60% ليكو قد ايه فينا نوصل لل 45 دقيقة وطلوع. 45 دقيقة إذا أنا عم ركض 60% بده يركض 7650 متر. هذا هو عم يعمل العملية الحسابية كلها هيدي شفناها. أوكي؟ نحن إذا بدي أطور أنا القوة تبع الهوائي بدي أشتغل 95% من هون ولفوق.
تطوير القوة الهوائية. لو بدي اشتغل تحمل